الأمم المتحدة للسكان في السودان لتحدثوا إلينا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. مرحبا السيدة الوزيرة. الدول في جميع أنحاء العالم، إن تاريخنا الوطني مثقل بالمآسي. شهد السودان أطول حروب القارة الإفريقية، وأرامل دون مأوى ولا عائل، فضلا عن ضحايا العنف الجنسي الذي استخدم كأداة للحرب في أغلب تلك النزاعات. في هذا اليوم نحيي المرأة السودانية ونثمن نضالات النساء السودانيات وكفاحهن الطويل من أجل الحقوق والحريات، ونحيي النساء في معسكرات اللجوء والنزوح وفي مناطق الحروب والنزاعات، ونتذكر ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في السودان وضحايا الانتهاكات الجنسية التي جرت في مجزرة فض الاحتصام، ونؤكد لهن تضامننا اللامحدود معهن والتزامنا بالعمل الجاد للقضاء على العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في السودان. إنني فخورة بأن أطل عليكم في هذا اليوم لأؤكد التزامنا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزام الحكومة الانتقالية بالعمل على تعزيز فرص النساء وضمان حقوقهن وحمايتهن من جميع أشكال الاستغلال والعنف وخاصة العنف الجنسي، وسعيدة بأن تتزامن جهودنا لتحسين أوضاع النساء في السودان مع بشريات السلام القادم عبر محادثات السلام الجارية في جوبا هذه الأيام، وكذلك مع مثول أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد 13 عاماً على صدور أول مذكرة احتقال بحقه، الذي يعد انتصاراً لضحايا الحرب والنزاع في دارفور ولنساء دارفور بصفة خاصة، ويعتبر مؤشراً جيداً على وجوب استكمال مسار المحاكمات الوطنية والدولية لتشمل جميع المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وفي أي بقعة من بقاع السودان. لقد وضعنا المرأة السودانية في طليعة أولوياتنا منذ تسلمنا لدفة الوزارة في سبتمبر من العام الماضي، وشرعنا عبر وحداتنا ذات الصلة وعلى رأسها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في اتخاذ كثير من التدابير لتحسين أوضاع النساء في السودان وحمايتهن وصون كرامتهن.
وفرغنا في فبراير الماضي من إجازة وثيقة إجراءات العمل القياسية للوقاية من وللتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، وهي خطوة مهمة لضمان تقديم منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع والحد من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي فيه. كما أطلقنا خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية الأسرة والطفل بجهاز الشرطة والنيابات المتخصصة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني وفقاً للمعايير العالمية لتقديم المساعدات للناجيات والناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وفي إطار جهودنا الرامية لتحقيق ولتعزيز حقوق المرأة في السودان، فرغنا من إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والتي أجيزت من مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي بالتزامن مع احتفالنا باليوم العالمي للمرأة. ووقعنا مع الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك إطاراً للتعاون المشترك بهدف القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، ويتضمن الإطار تنسيق الجهود لتعزيز التدابير الوقائية وبرامج الاستجابة لحالات العنف الجنسي في مناطق النزاع، بالإضافة إلى دعم السياسات الوطنية وتقوية الأجهزة الصحية والعدلية والأمنية للقيام بأدوارها في توفير الحماية والعدالة لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في السودان. ويعد التوقيع على هذا الإطار خطوة بالغة الأهمية لنساء دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وللنساء في مناطق النزاع كافة في السودان عامة، ويعتبر إنجازاً كبيراً للحكومة الانتقالية فيما يلي التزاماتها تجاه حقوق النساء حسب ما أقرت الوثيقة الدستورية. ونعمل هذه الأيام على إعداد مشروع قانون لتجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي، وشرعنا في إعداد مواد تدريسية حول مفاهيم حقوق الإنسان وإرشادات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، لتضمن في مناهج الكلية الحربية وكليات الشرطة والكليات الطبية والصحية وكليات القانون. كما بدأنا في إعداد دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة لتثقيف النظاميين حول مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز حساسيتهم تجاه قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. كل هذه المشاريع ومشاريع أخرى تجري على قدم وساق لتعزيز فرص النساء السودانيات وحمايتهن من جميع أشكال الاستغلال والعنف الجنسي، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، ونظم الحماية والرعاية الصحية اللازمة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بصفة خاصة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة وبالتعاون مع شركائنا في منظمات المجتمع المدني، معا نحو سودان معافى وسلام مستدام. شكرا جزيلا. Assalamu alaikum. My name is Massimo Diana. I'm the head of UNFPA in Sudan. Assalamu alaikum. أنا ماسيمو ديانا ومثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان. Today is an international day for the elimination day for the elimination of sexual violence and conflict. اليوم هو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. Sexual violence and conflict is one of the most heinous crimes. We come together to rededicate ourselves to end this cruel byproduct of war. إذ يعتبر العنف الجنسي في النزاعات من أبشع الجرائم، ونجتمع سويا اليوم لنهب أنفسنا لإنهاء هذا الناتج الوحشي للحرب. But we should discuss why these acts continue. There's a stigma against reporting sexual violence. Justice for these crimes are hard.
هناك وصمة اجتماعية للإبلاغ عن هذه الأعمال الوحشية والوصمة الاجتماعية المصاحبة للإبلاغ عن هذه الجرائم. We call on all our groups to stop the suffering. We need to put survivors at the center of our response. ندعو جميع الجماعات المسلحة لوقف المعاناة. نحن بحاجة أن نضع الناجيات والناجيين من العنف في مركز تداخلاتنا واستجاباتنا. And we support Sudan's government in the effort to hold all perpetrators accountable. كما ندعم الحكومة السودانية في جهودها لمحاسبة جميع الجناة. I am proud of calling my friend a partner at the Ministry of Labour and Social Development, Madame Lina Sheikh. نحن فخورون بالتعاون مع السيدة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. She represents everything that this revolution stood for. والتي مثلت كل ما يعنيه هذا التحرك والحراك الثوري في السودان. Young, female, dedicated. سيدة قوية وشابة. We are proud to work with the minister and her team within the framework of the new framework within the framework of the new agreement to end sexual violence and conflict. نحن فخورون في العمل مع وزارة الرعاية الاجتماعية والسيدة لينا الشيخ في إطار جهود الحكومة السودان للحد من أعمال العنف ضد النساء والرجال. This International Day for the Elimination of Sexual Violence and Conflict is different. يأتي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع هذا العام مختلفاً. COVID-19 is increasing sexual violence. بسبب جائحة كورونا التي زادت من العنف الجنسي. It's harder for people to report sexual violence. وقيدت حركة الأفراد فبات الإبلاغ عن الحالات أكثر صعوبة. There are less health services. وقلصت حجم الخدمات الصحية. People cannot move. الأشخاص والأفراد لا يستطيعون الحركة. ولكن لا زال بإمكانك الانضمام إلى جهود مكافحة العنف الجنسي في السودان. إذا كنت أنت أو أصدقاء أو أحد أصدقائك بحاجة إلى المساعدة، اتصلي بخدمة الخط الساخن للعنف المبني على النوع الاجتماعي للحصول على الدعم والمشورة. Look out for one another. Listen to one another. شكرا جزيلا. مع السلامة. اعتنوا ببعضكم البعض. استمعوا لبعضكم البعض. شكرا جزيلا. شكرا كل الشكر للأخت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، كما نشكر الأستاذ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن هذا المنطلق ناشد الإخوة الإعلاميين من كل الوسائط الإعلامية بضرورة إعلان شراكة حقيقية مع وزارة العمل لما تقوم به حقيقة في كل البرامج والمحاور ومحاربة الفقر. وهذا البرنامج الآن العنف ضد النوع، هذا يتطلب منا لعمل إعلامي كبير ومنظم. نساند وزارة الإعلام في هذا الاتجاه. وشكرا جزيلا إلى هذا الحضور الجميل الأنيق، وإلى أن نلتقي في منبر آخر من منابر وكالة السودان. أتترككم في رعاية الله وحفظه، وشكرا جزيلا.